قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل كان عليه الصلاة والسلام يحبه، وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات، ففيها أنها حسن ظن بالله جل وعلا. الفأل حسن ظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا صار الفأل ممدوحا ومحمودا، وصار الشؤم مذموما. والفأل ممدوح من جهة أنه تحسين الظن، أو فيه تحسين الظن بالرب جل وعلا، وهذا مأمور العبد به. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل، وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له.